ادخل يا استاذ فرشه. حاضر يا معلم. الله، هما فتحوا شارع جديد من شقتي ولا ايه؟ بصي بقى يا ماما، انا عايزه الركنه دي وصدقي بسخسخ. حلوه. والصاله بقى يا ماما عايزاها بوقبوقي مزعرب. ايه بوقبوق مزعرم دي؟ بوقبوق مزعرم. بس ايه الريحه على الارض؟ انت ايه فطران بامبرز؟ فطران بامبرز على الصبح؟ والسقف بقى ياما ماله؟ عايزاه كيراميكا مسلح. اصل معلم قرني اكبر تاجر جديان اللي هيتجوزني ما عجبتوش غير الشقه دي. قرني قبل ما يتجوزك؟ طب وانا هستفيد ايه لما تقعدوا معايا هنا في قلب السقه وتتجوزوا؟ هاخد رز اكس. اسمع بس بلاش لماضه، تعالى. ما هو ده كان كده بيتكلم فين؟ كانت لغايه ما نجهز لها شقتها، وبعدين هسكت من عليك الست شهور المتاخرين. بجد؟ لا وايه، وهسلمك الشقه مدهونه ومتروقه. لا وايه يا تتح، خد التقيله. ايه هتسخ فوسي؟ لا يا راجل. امال ايه؟ انت ليك عندي كيلو لحمه ضاني كل اسبوع عشان تبر بيهم نفسك. بجد بالمصحف؟ والله. لحمة ضاني ضاني؟ خد امضي بقى امضي. لا طب اديني فرصة افكر، انا موافق. هات لحمة ضاني ضاني ضاني. تتح عشان الدنيا تفتح. يلا تتح خلصني. ضاني صح؟ ضاني، انا عارف طعم الضاني. كمان هنا تتح. تتح ايوه اهو، خد الفضل. واحدة ليا. واحدة ليك، بس بعد ما سجلهم في الشهر الوكاري. يا اخي امال ليه بيقولوا عليك ان انت راجل وسخ وسيء السمعه كده؟ مين اللي بيقول كده؟ الحته كلها بتتكلم عليك، بتقول ان انت اوسخ راجل واذل الواحد في المنطقه. انت عمال تلوك معاه في ايه؟ خلصت ولا لسه؟ لا ما خلاص، الراجل موافق وكله مضى وموافق على الرحيل. ارحل يا تتح. ايوه ارحل، انا اذا كان علينا خلاص انا ممكن ارحل، بس يعني طب الواد الغلبان المسكين اللي نايم ده على الترابيزه. بقول لك ايه ياما؟ ايه؟ بس سيبوا له الاوضه اللي على السطح. والنبي ياما. حنيتي يا موكوسه. حسوه. اديله الاوضه اللي فوق السطوح. الاوضه اللي ايه؟ انت بتقولي ايه يا ولية؟ ولولوا عليك ساعتين وسكتوا يا بعيد. حسوه. طيب. سخريتها زيده. ممكن تديك بالجزمه. هز المفتاح. هز المفتاح. ما انت خلاص عرفت ان انت مرصايا. والمعلم راح، المعلم جه ويا دوب سلب وجلابيه طالعه ونازعه السلم. حسوه. ما تصحينا قد القتيل ده. ايوه ما انت ما تصحوش، ما تزعجوش الولد. الولد نومه خفيف. واسع يا عم، واسع يا عم، واسع يا عم. انت هترزعه الواد ايه؟ الواد لسه صغير. ده بص نايم عامل ازاي؟ هادي. قوم يا هادي، قوم. هادي. ايه خير ولا ايه؟ يلا حبيبي قوم. هادي. انا صح يا ولد. هادي. هادي. ايه خالو؟ يلا قوم خاطر، عشان خاطر احنا خلاص خدنا الروف الجاردن اللي على السطح. هادي. تعال خبز شوف. شايف؟ شوف تحت انت تعرف وبمفتاح. في حد في العيلة سال مفتاح قبل كده بميداليا؟ ابوك الله يرحمه كان معاه حدوة حصان في رقبته. إذا شفت يا هادي؟ أسرير الراجل كان مزمزق عشان خاطر مش عايز يديني المفتاح، إنما كده خلاص، إحنا خدنا. إيه ده يا واد ده؟ ده تلفزيون يا خالي. تلفزيون؟ ده تلفزيون؟ مبطط؟ تلفزيون مبطط؟ أيوة يا خالي. وموصل للدرجة دي؟ يا خبر أسود. اسمه ليد. ده حديث؟ ده حديث ده؟ ده اللي يدور بده يا خالي. اشتغل. الحق يا خالي، ده التلاجة مليانة أكل. هات كل الطعام فورا جديلا. هادي هادي هادي. ايه؟ بص 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 الولية دي، هما الناس دول بجد وجداني ولا ده تصوير؟ انت عارف لو واحدة منهم دخلت في السنة عندنا هنا هتخلاص بص تخرج فاقد الجنسية. طبعا. خبر اسود. ايه يعني ثبت؟ احنا هنعيش هنا على طول يا خالي؟ خلاص احنا هنا عبد الرافق. عارف عبد الرافق؟ قاعدين عبد الرافق، بعد عنك مسمار جحا ودقف قد المكان خلاص. السبع تلاف سنة حضارة بيقولوا لا. عباس الضو بيقولوا لا.
هو الراجل ده ما نزلش الاستفتاء؟ خلاص حد يقوله خلاص خلاص بقت نعم خلاص. هما الستين سبعين سنة دول مش هيعدوا على خير. طيب وقت سعاد طريق اتفضل يا فنانين. حلاوتك انت يا جميل يا منشخلع. اتفضلوا يا رجاله اتفضلوا يا الف مرحب. جيتنا انس يا معلم. اه سمعوا سمعتكم انتوا روحتكم على الاخر. دول هيتجوزوا هنا برضو؟ يتجوزوا ايه يا هبل؟ ده انا جاي اقعدكم قاعده كده. روح بس هات لي كوبايتين اجري. تتاح تتاح انت ده تتاح. ايه يا هزي؟ اصحى اعوذ بالله ابليس ومهمه.